السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول حديث عن خصائص المكتبات في بلاد ما بين النهرين. تشكل المكتبات ركناً أساسياً من أركان حضارات الشعوب، لما لها من أهمية في بلورة النسيج الثقافي للحضارات، فهي ترسم دلالات واضحة لمدى رقي الشعوب ووعيها واهتمامها بالتعليم ومعرفتها للعلوم. ومكتبات بلاد ما بين النهرين هي من أوائل المكتبات التي عرفتها الحضارات القديمة، والتي ما زالت محفوظة ليومنا هذا، حية شاهدة على الفكر والحضارة العريقة التي كانت لدى تلك الشعوب. فهي ما زالت على شكلها، بصورها الحالية، بكتبها، بألواحها متواجدة بيننا، تحدثنا عن هذا الإرث التاريخ المهم. وارتبطت المكتبات بشكل مباشر ووثيق بالمدارس التي بدأت بالظهور معها حينها وتطورت وازدهرت. أما الأسباب المباشرة
التي ساهمت بظهور المكتبات والأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت بظهور هذه المكتبات فهي عديدة. والسبب المباشر الأساسي هو ظهور الكتابة المسمارية، إن هذه الكتابة المسمارية ظهرت بشكل مبتكر، ابتكرت لدى شعوب بلاد ما بين النهرين. ويذكر كريمر في كتابه بداية التاريخ أنه كانت المدرسة السومرية ثمرة اكتشاف الكتابة وتطورها، وتلك هي أعظم الإنجازات الحضارية التي أنجزها البشر عبر القرون. هذه الكتابة التي كان يوجد صعوبة في تعلمها، الكتابة المسمارية، صعوبة في تعلم بشكل ذاتي، كان دافع لإنشاء المؤسسات التعليمية وتطوير مراكز المعرفة والثقافة لتدرس فيما بعد مختلف فروع العلوم من لاهوت إلى لغة إلى نبات إلى غيره. فكانت المكتبات والمدارس السومرية تعد مراكز الكتابات الإبداعية والأدبية التي احتضنت جميع الأعمال والآثار الأدبية في مختلف الفروع. وكان عدة أسباب أخرى موجودة ساهمت في تطورها وإنشائها إضافة إلى السبب المباشر. في عنا سبب اقتصادي اجتماعي مع ظهور مدن بلاد ما بين النهرين واتساعها وازدياد النشاط الإداري والازدهار الاقتصادي والمتنامي مع البلدان المجاورة. فلم يعد لدى الفرد القدرة في أن تحتوي الذاكرة وحدها وتستوعب وتحفظ على كل الإيرادات والواردات، فكانت الحاجة ضرورية لتوثيق شؤونهم المختلفة ومصالحهم التجارية، خاصة لدى البابليين الذي كان لديهم اهتمام كبير في التجارة. فكان لابد من التوثيق ومن وجود أماكن ودور تحفظ فيها هذه السجلات. السبب الثاني هو السلطة الدينية لدى الكهنة والسياسية لدى الملوك والحكام الذين كان لهما الدور البارز وبدرجة كبيرة لتوسع وانتشار المكتبات في المعابد لأغراض دينية أو سواء في القصور. هذه الأغراض الدينية كانت في أن تحفظ المعاملات الإدارية للكهنة وما تتعلق بقضية استلام القرابين والنذور وصرفها واستلام المحاصيل الإنتاجية والتجارية التي كانت تشكل رافد أساسي في المعابد، إضافة إلى التعليم اللاهوت. كذلك الحال مع الحكام حيث ظهرت المكتبات في القصور. في عنا سبب ثالث، لأن سبب ثالث أساسه يعني سياسي وعسكري، إنه هذه الكتابة كانت ضرورية للاحتفاظ بالنصوص السياسية والدبلوماسية التي كانت تحصل في بلاد ما بين نهرين مع جيرانهم لتسجيل اتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأخرى. كشفت الحفريات أيضا أنه كان الملوك والأمراء يدونون إنجازاتهم العمرانية والعسكرية والحضارية أو ينشرون يعممون قوانينهم وتشريعاتهم. من المكتبات الكبرى التي كشفت عنها الحفريات مكتبة أشور بني بال، وما زال التحقيق مستمرا للكشف عن العلوم القديمة التي سجلها الملك الأشوري في هذه المكتبات. إذن هذه المكتبات تعطينا سمات خاصة تتفرد بها المكتبات بلاد ما بين النهرين، وتعطيها طابعا مميزا، وتضعها في أوائل المكتبات التي ظهرت في تاريخ الإنسان. فهي تمثل اليقظة العقلية الفكرية لسكان بلاد ما بين النهرين وإدراكهم المبكر بضرورة حفظ ونقل الخبرة والإرث الثقافي.
2 غلبة الطابع العملي على المكتبات، حيث كانت منظمة بشكل دقيق في التنظيم والتصنيف، كذلك في دورها في تنمية قدرات الإنسان الفكرية والجسدية. فكانت الطابع العملي يظهر من خلال الحفريات، أنه كان لديها مخطط منظم في توزيع الأدوار للعاملين فيها، بالرغم من أن هذه المكتبات كانت تحتوي على كم من هائل من الكتب الطينية. السمة الأهم والبارزة في الألواح الطينية، والتي تمثل هذه الألواح تمثل محور النهضة والثورة الثقافية في ذلك العهد، هي الألواح الطينية كما قلنا. هذه الألواح التي ما زالت حية إلى وقتنا الحاضر، لتخبرنا عن إرث ثقافي مضى وكشف خبايا وأسرار. حدثتنا عنها الحفريات الحديثة في أواخر القرن 19 والقرن 20، وما زالت مستمرة، وما زالت كنوز هذه الحضارة في كل يوم في شيء جديد، تخبرنا معلومات جديدة من خلال هذه الألواح الطينية، التي كان هناك صعوبة في الكتابة على مادة الطين الثقيلة وحفظها من الكثر أو التلف، لأنها جاءت هذه الألواح لتلبي الحاجات الملحة للمجتمع من إيجاد في إيجاد خاصة دور لها لحفظها ولحفظ السجلات في أماكن خاصة. ولأهمية هذه الألواح ربط اسم المدرسة فيها، فكانت تسمى المدرسة ببيوت الألواح، كانت تسمى ببيوت الألواح. سنلاحظ أيضا أهمية المدارس. هذه المدارس كما قلنا ارتبطت بالمكتبات، إلا هذه المدارس لم تكن كالمكتبات إنها وجدت بشكل عبثي، إنما كان يوضع لهذه المدارس أهداف أساسية. فقد ذكر كريمر أن الأهداف المدرسة السومرية في بداياته كانت موجهة بشكل أساسي إلى تعليم اللغة السومرية وتدريب الموظفين للإدارة والاقتصاد الذين يعملون في دواوين الدولة وفي المعابد. ويقول إنه ثم تطورت أهدافه وأصبحت مراكز للعلم والثقافة، تدرس فيها جميع معرفة كاللاهوت، أنواع المعرفة وغيرهم. حيث عثر على عديد من الألواح الطينية تتحدث عن مختلف هذه المواضيع العلمية. لدينا نص مسماري في ترجمته للعربية يذكر لنا أهداف المدارس وأهداف واضحة تبين لنا النصوص المسمارية المكان المتوقع أن يرقى إليها المتعلم، يعني هذه الأهداف توضع أمام المتعلم لكي يصل إليها. ترجمتها الكتابة أم الخطباء وأبو الأساتذة، جاهد لأن تكون بارعا في الكتابة لأنها سوف تغنيك، كن مجدا في الكتابة لأنها سوف توفر لك الغنى والعيش الرغيد. إن الكتابة بيت الغنى وهو سر الأنونك، الكتاب نصيب الخير، إنها الغنى والعيش الرغيد. يظهر هذا النص أن الأهداف الأساسية للتعليم هو وسيلة للحصول على مناصب عالية في الحكم، يخدم التعليم في المطالب الدينية، يرفع المستوى الاقتصادي للفرد ويحسن حالته التعليمية. هنا لابد أن نشير أن إنشاء المدارس كان أسبابه لدينا حاجة الحكم إلى موظفين إداريين، الازدواج اللغوي وصعوبة تعلم الكتابة المسمارية،
يعني كان في عنا ازدواج بالنسبة للغة التي لم تكن تقتصر على تعلم العلامات المسمارية، بل شملت كل المعارف. كذلك نرى أن المدارس حققت الرغبات المعرفية لمنطقة بلاد ما بين النهرين، حيث كانت مؤسسات خاصة ذات طابع تعليمي، كان لديها مناهج تعليم مؤلفة من عدة مراحل. كذلك تذكر لنا النصوص أنه البرنامج التربوي، تذكر لنا الإدارة المدرسية. هنا لابد أن نذكر أيضا أنه ونشير أنه تتجلى لدينا الكتابة المسمارية بهذه الكتب والألواح الطينية التي فيما بعد استخدم لها البابليون القواميس والتراجم لينقلونها إلينا. وكان لدينا إعادة تركيب المنهج المدرسي بالعهد البابلي القديم المستمد من المدرسة أو بيت الألواح. وتظهر لنا الحفريات والنصوص المسمارية، وكما قلنا تظهر لنا الألواح الطينية، العلاقة بين الطالب والأستاذ، أساليب التعليم، طريقة التدريس، طريقة الحياة. وتم في عهد حمورابي افتتاح مدرسة كبيرة، أكد براستد في كتابه الأصول القديمة عن أهمية المدارس بقوله إن المدارس ضرورية لتربية الشعب وإعداد الشبان لتولي أمر الكتابة في المجال التجاري والمحال التجارية. وقد وجد الأثريون آثار مدرسة من أطلال بابل بعهد حمورابي، من تلك الآثار ألواح الأجر التي كان الطلبة من الجنسين يكتبون عليها الفروض. مع العلم أن أول كتابة كانت قد وجدت في مدينة أرك الوركان. إذن سنلاحظ، سندرس أيضا أهم خصائص مكتبات بلاد ما بين النهرين. هذه المكتبات التي كانت تمتلك قيمة مضافة في مسيرة وتاريخ الحضارة الإنسانية، يعني من أهم ملامحها حضاريا، تركت أثرا حضاريا كبيرا لمختلف الشعوب الحضارة البشرية، مما ساهم بانبعاث ثقافي لثقافات شعوب متعددة. كان وجودها تربويا شكلت نصوصها وألواح الطينية أسس التعليم والتربية وأنظمتها وخصائصها ومتابعة مراحل نشوء وتطور المدارس. وهذا يساعد على تكوين إطار نظري تربوي يستند إلى الأسس التاريخية للنظرية التربوية في بلاد ما بين النهرين. معرفيا أعطتنا دلالات واضحة وإشارات دقيقة حول بداية استخدام النصوص المكتوبة والكلمات المكتوبة للتفاهم الكتابة المسمارية. دراسة تاريخ بلاد ما بين النهرين يسلط الضوء على عدة أمور، على حركة المجتمع وتفاعلاته وتأثيره. تأثير المكتبات الحضاري تعطينا البعد التاريخي والأصول التاريخية للمستوى الفكري والمعرفي لشعوب بلاد ما بين النهرين. إنه الإبداع الفكري والنضج العقلي في استحداث الكتابة المسمارية التي كانت محور الإنتاج المعرفي في الكتابة والتعليم والتأليف. إن أهم ما يلفت النظر الوعي الجمع الفكري الثقافي بأهمية الكتابة والتعليم. هذا الوعي لدى مختلف الشرائح والطبقات، وهذا ما انعكس على سكان بلاد ما بين النهرين. الثاني، إن عملية التعليم ونسخ النصوص أو كتابتها ليست بعملية سهلة، تطلبت جهدا كبيرا. فهذا يدلنا على صبر التلاميذ والكتاب، صبرهم وجلادتهم وإرادتهم الصلبة لتحقيق غاياتهم وأهدافهم وما حققوه وقدموه للإنسانية جمعاء، لا لسكان بلاد ما بين النهرين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حقيقة سعيد جدا أن أتواجد مع أخوات وأخوة أعزاء في هذا المحفل العلمي النوعي، وإن شاء الله راح نكون معاكم في بحث ربما هو مشروع دراسة خصبة، على اعتبار أنه يتناول القرآن الكريم ولكن بإطار اللغات القديمة. حضراتكم تعرفون أن لا يمكن أن نطلق على أي دين مصطلح دين ما لم تتوافر فيه ثلاثة أركان: عقيدة وطقوس ونظام أخلاقي. فلما نطبق هذا الأمر على أي دين نجد أنه الدين هو نظام متكامل. أهم ركيزة بالدين هي آلية التواصل ما بين الخالق والمخلوقين، وهاي الآلية تتم بطرق متعددة، لعل أهمها وأكثرها شيوعاً في الديانات السماوية هي قضية الرسول والكتاب المقدس. لما نسقط هذه المفاهيم على الدين الإسلامي نجد أن الكتاب المقدس عند المسلمين هو القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه خصيصة أنه ألزم نفسه الخالق جل وعلا أنه يكلم الناس بلسانهم ولا يعدوهم بلسان آخر حتى تتم الحجة عليهم. فقال أنه معنى الآية الكريمة: ما كنا مرسلين النبي إلا بلسان قومه. لما نأتي من هذا المدخل، ما هو لسان قوم النبي صلوات الله عليه وآله؟ هو اللسان العربي. لما نأتي إلى علم التأصيل اللغوي والعوائل اللغوية، هل اللغة العربية ولدت فجأة أو هي جزيرة منفصلة في بحر اللغات؟ يقيناً أن اللغة هي كائن حي تطور. لما نعود إلى أسلاف اللغة العربية وأمهاتها نجد أنها تعود إلى عائلة كبرى سميت تجوزاً باللغات السامية، لكن بعد دراسات علمية ربما يكون مصطلح اللغات الجزرية أكثر علمية بالموضوع. عندما نأتي إلى اللغة الأكدية ونحاول نتلمس علاقة لغة القرآن الكريم بها، فنحن لا نخرج عن إطار اللغة العربية، على اعتبار أن اللغة الأكدية من أمهات العربية أو من قريباتها البعيدات. وعلى هذا الأساس وبالاستعانة بالقواميس والمعاجم ذات العلاقة ومع وجود الآيات القرآنية، تم إحصاء تقريباً 200 آية قرآنية تحتوي على مفردات موجودة في اللغة الأكدية. وهذا يزيد من إعجاز القرآن الكريم، على اعتبار أن اللغة الأكدية كانت في وقت الرسول صلوات الله عليه وآله منقرضة وغير معروفة. تعرفون أنه أول بدايات اكتشاف اللغة الأكدية بشكل علمي بدأت مع رولنسون بنقش بستون، وبعد ذلك تطورت لحين صدور أول معجم سنة 1901 ثورن دنجن. إذن الآن إحنا أمام فتح علمي يتطلب قراءة القرآن الكريم في ضوء اللغات القديمة التي هي من أسلاف أو قريبات العربية. هنا راح الأخوة بالمؤسسات الدينية ينضاف عليهم واجب آخر، هو معرفة اللغات القديمة قريبات العربية حتى يكون هناك تواصل مع الجذور الأولى. لأن القرآن الكريم قال في آية محكمة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما لسان قوم إلا العربية، وما العربية إلا أصل من إلا فرع من أصل بعيد وممتد. طبعا إن شاء الله هو البحث مشروع كتاب سيرى النور إن شاء الله، وبحدود علمي أنه هذا الأمر يراد إلى تأصيل ويراد لتدقيق.
الحمد لله أخذنا 3 حروف من المعجم، حرف النون وحرف الميم وحرف اللام، والحروف جاي تأتي. الآن راح أنتقل ويا حضراتكم يعني برحلة سريعة حول بعض هاي المفردات حتى نلاحظ أنه الكتب السماوية العلم يسير أمامها. للأسف الآن إحنا نلاحظ فد موجة من يعني أنا ما أريد أن أسميها ردة بقدر ما أكون منصف بالموضوع، أنه حالة من الانكفاء والابتعاد عن الدين، وهي مشكلة، لأن علماء النفس يقولون الإنسان دون الاعتقاد بدين ما سيكون مهشم من جميع الجوانب، ووصفوه مثل الزجاجة اللي تفرغ من الهواء فراح تتهشم رأساً. الإنسان إلى بعدين، بعد مادي وبعد روحي، والبعد الروحي هو الجبل الغاطس اللي هو يمثل الكتة الأكبر، فإذا فرغ هذا البعد مالته راح يتعرض إلى المشاكل بشكل لا يوصف، والمشاكل الداخلية والنفسية تكون أمامها المشاكل الصحية كجزيئة بسيطة أمام جبل كبير. دال كارنيجي عنده مقولة شهيرة تقول أن الإنسان يجب أن يؤمن بشيء ما، وإذا لم يؤمن فسيكون فريسة القلق والخوف. الآن معنا حضراتكم لما نأتي إلى بعض المصادق، غراب هذا الطائر المعروف، طبعا جاء ذكر باللغة الأكادية بصيغة أريبو. احنا نعرف الأكادية فيها بعض الإقلاب بعض الإبدال، لكن بنية الكلمة متكاملة، حتى إذا استخدمنا قضية الإقلاب والإبدال راح نوصل إلى معاني قريبة جدا. طبعا أريبو ذكرت في قاموس العلامات المسمارية اللي صاحب الذكرى الأب البير أبونا هو مترجم إليه مال رينا لابات، فيعني مو مصادفة إنه واحدة من ثمرات العلمية الآن وظفت في هذا المحفل العلمي، ذكرت في صفحة 314 تعطي نفس المعنى إنه طائر الغراب. ماذا ورد في القرآن الكريم؟ ورد قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. إذن معناته شنو؟ كلمة غراب كانت موجودة عند الأكاديين قبل 3000 سنة، قبل 5000 سنة استثمرها القرآن الكريم، وهي مو غريبة الاستثمار على اعتبار أنهم البيئة نفسها والمجموعة السكانية نفسها. مثلا ناخذ فردوس، فردوس هي كلمة تدل على الجنة، ذكرها جاء باراديسو. وبالمناسبة إخواننا المختصين يعرفون أن البي مرات تقلب إلى في فتصير اللفظة تماما فرديسو، تعطي معنى حديقة، وهي قريبة من معنى الجنة اللي تتضمن الأشجار والأكل والثمار اللي قطوفها دانية. نعم سريعا. وعندنا قضية أنه اللغة الأكادية قفزت حتى على اللغة الإنجليزية إلى درجة أنه إحنا عندنا بارادايس تعني الجنة باللغة الإنجليزية. فقط يعني مثاليا حتى نكون مع الوقت، مثلا كأس من الألفاظ الدارجة موجودة في الأكادية وموجودة في القرآن الكريم. مثلا مرعى جاء ذكره بالأكادية بصيغة مرئيتو، تعطي معنى الأرض اللي يعني تكون يعني غذاء للحيوانات وكذا، جاء ذكرها بالقرآن الكريم والذي أخرج المرعى فجعله يعني نهاية الآية. الآن طبعا المفردات موجودة إن شاء الله تطلعون عليها بعد نشر البحث. الفكرة الآن إحنا استطعنا أن نمسكها أن القرآن الكريم عندما ندرسه في ضوء اللغات الجزيرية أو الجزرية أو تجوزا السامية فراح نجد ثروة لغوية لم تكن معروفة في وقته، وإنما هو كان يعرفها الخالق، لأن هو سبحانه وتعالى كان يعني مطلع على ما مضى وما سيأتي والحاضر. فقط خاتمة البحث أنه تعد اللغة الأكادية من أصول اللغات من أصول اللغة العربية وأمهاتها، يوجد العديد من المفردات اللي كانت مستخدمة بالأكادية واندثرت ولكنها بقت موجودة في اللغة العربية. تعد هذه الدراسة إشارة قوية إلى يعني
أعزائنا المشتغلين بالعلوم الدينية وتفاسير القرآن الكريم أن يضيفوا تخصصاً جديداً لمستلزمات التفسير وهو علم اللغات القديمة حتى نعرف المباني والتراكيب الموجودة بالقرآن الكريم. طبعاً أنا ختام هذا البحث سعيد جداً أن أكون معاكم، سعيد جداً بهذه الإثارة التي هي جديدة يحتاج لها نوع من الجرأة، لكن يعني ضرس قاطع نقول أنه لا تعارض مع قدسية القرآن الكريم بقدر ما هو تدعيم أن الخالق يعلم لغات لم تكن معروفة في وقتها. شكراً جزيلاً لحسن الإصغاء، بارك الله فيكم وشكراً. شكراً دكتور سعد. نعم أسئلة بعد الجلسة أسئلة؟ نعم. طبعاً فقط تنويه أنه البحث كان مع زميل الأستاذ الدكتور سعد سلمان فهد مختص باللغات القديمة العراقية في قسم الآثار كلية الآداب جامعة بغداد. البحث الثاني للأستاذ الدكتور صلاح رشيد الصالحي عن الأجساد البرية في نصوص بلاد الراشدين اختصاص التاريخ القديم مركز جامعة بغداد. السلام عليكم، أشكر الحاضرين وأشكر الدكتورة بروين والدكتورة بيداء. موضوعي هو الإنسان البري في البلاد الرافدين بلادنا القديم. احنا نعرف ان الإنسان بطبعه يحب الطبيعة ويحب ان يعيش في الطبيعة بجبالها وغاباتها، وصورت السينما هذه الأفكار بمثلا فيلم طرزان اللي يتنقل ما بين الأشجار ويصيد الحيوانات أو بالأحرى يدافع عن الحيوانات ويحارب الصيادين، كما ذكرت مثلا فيلم آخر اللي هو مثلا فتى الغابة نفس الحالة مع الحيوانات ويتكلم مع الحيوانات وإلى آخره. وعنده أيضا أفلام أخرى تصور ناس يعيشون في الغابة يأكلون الأفاعي والحشرات وإلى آخره، هذا النوع من البدائية والحياة البرية. هذه الأفكار موجودة في حضارة بلاد. حتى نفهم أكثر حول هذا الموضوع عندنا أربع نقاط أساسية ذكرتها النصوص القديمة والفنون عن الإنسان البري في حضارة بلاد الرافدين. إن الشعر يغطي جسمه بكامله، والشعر عندنا بحضارة بلاد الرافدين يدل على الرجولة والقوة، والشخص الأملس عكسها بالضبط. الشيء الآخر أسلوب حياته اللي ذكرت في النصوص بأنه لا يسكن المدن ولا يلتقي بالبشر، وأنه يأكل الأعشاب ويمشي على أربعة يعني أطراف ويتسابق مع الحيوانات ويصارع الحيوانات وينتصر عليها، فهو قوي. النقطة الأخرى دفاعه عن الحيوانات، لذلك لاحظ ان هذا في النصوص يذكر بانه كان يحارب الصيادين ويزيل الحفر اللي يصيدون بها من اجل ان يحافظ على الحيوانات البريه. النقطه الرابعه ان الانسان البري ضعيف امام المراه، لان المراه هي التي قادت الانسان للحضاره، هي التي قادته الى الزراعه والى بناء المساكن. لذلك كل ما اذكرها من امثله لاحظ ان المراه هي التي تقوده من الحياه البريه الى حياه المدينه والحضاره. من الامثله اللي انا ذكرتها هي انكيدو في ملحمه جلجامش، وكما نعرف ان انكيدو خلقته الالهه ارورا حتى يكون ند لجلجامش، وصفته بأنه عاري مشعر، الشعر رأسه كالأنثى ينزل إلى الكتفين، وكان يأكل الأعشاب ويجري مع الحيوانات على أطرافه الأربعة، وكان يحارب الصيادين ويمنع صيدهم. فعندما علم جلجامش بهذا الأمر أرسل له كاهنة تدعى شمخة، وهذا الاسم لحد الآن موجود في الجنوب. شبخة اللي فعلتها إنها أظهرت لها مفاتنه
بشكل كامل، فجامعها لمدة 6 أيام و7 ليالي. هنا انتقل من مرحلة البرية إلى مرحلة التمدن، أي أصبح متمدنا. فقالت له: كل الخبز يا أنكيدو، بهجة الحياة، اشرب الماء. وبذلك قادته مثل الطفل من السهول والغابات باتجاه المدينة. هذا المثل الأول عن الحياة البرية لأنكيدو، اللي أصبح مثل في الشرق الأدنى بكامله. المثل الآخر هو لخامه، ولخامه هو إله، لكن ما نعرف هو إله أم شيطان أم بدائي أم وحش، ولكن الأوصاف التي ذكرت عنه بأنه بطل عاري، بطل مشعر، وحش أي سيد الوحوش، وأنه كان في بداية حياته يعيش في البرية، لكن ما أن تزوج حتى أصبح إله يعبد في المعابد وفي بابل وفي آشور. النصوص السومرية والنصوص الأكادية تعطي كثير من الأوصاف عن هذه الحالة البدائية. مثلا على سبيل المثال مجموعة بارتو التي جاءت وسكنت بلاد الرافدين وأسست الدولة الأكادية، كانوا في بدايتهم من البدو الرعاة البدائيين. تقول النصوص السومرية: مارتو لا يعرف الحبوب، مارتو لا يأكل لحم المطبوخ، مارتو يجوب السهوب، مارتو لا يدفن صديقه إذا مات وفق الطقوس الدينية، مارتو يعني أعطت أوصاف كثيرة بهذا المعنى. لكن ما سكنوا مارتو في جنوب العراق وعاشوا مع السومريين حتى أصبح مارتو يعرف الحبوب، مارتو بنى مساكن، وبذلك تغير حياة هذا الإنسان. حتى توكتينو نرتا الأول عند قصيدة أو ملحمة يصور فيها انتصار على كشتلياش الرابع ملك بابل، يقول: جنوده رموا الدروع وهجموا مثل الأسود ومثل طائر أنزو ومزقوا البابليين، الجنود البابليين. هذا دليل أنهم تحولوا إلى وحوش مثل الإنسان البري. الحيثيين وهي مملكة بلاد الأنظار عندهم شخصية تسمى كيسي، وكيسي كان صياد يجوب الجبال، يتفاهم مع الحيوانات وبلغتها، وعندما تزوج سكن المدينة وأصبح متحضر. لكن الآلهة رفضت لأنها تأكل قرابين مما يصيده، لذلك ألحت عليه في الخروج فأخذ رمحه والكلاب وخرج للصيد، ولاحظ أول شيء أن الحيوانات تهرب منه، لا تتكلم معه، مثل بالضبط أنكيدو عندما كان مع شمخة تركته الحيوانات وهربت منه ولا تتفق معه. المثل الأخير اللي ذكرته هي التوراة، وذكرت أن قصة آدم وحواء أنه آدم خلق في الجنة في منطقة كلها بساتين وأشجار وحيوانات، وكان يتكلم عن حيوانات، وكان عاري الجسم مثل الحياة البرية، لكن ما أن خلقت له حواء حتى تغير حياته وأكل من شجرة المعرفة وترك حياة البرية. وأنا أعتقد شجرة المعرفة هي يقصد بها الخبز بالدرجة الأولى، لأن الخبز هو مادة أساسية ويحتاج إلى تحضير، فغيرت حياته إلى آدم. أيضا عندنا يعقوب وعيسو، ويعقوب عيسو كان صياد ورامي السهام، بينما يعقوب لم يكن صيادا، فيقول يعقوب: إن هذا أخي عيسو صياد مشعر وأنا رجل أملس، أي إنه فكرة ميلاد الرافدين بالشعر أصبحت موجودة حتى في هذه القول. كما وصف إسماعيل بن إسحاق بأنه صياد رامي السهام يعيش في البرية متوحش كما ورد في التوراة. الشخصية الأخرى الأخيرة هي شخصية شمشون التي ذكرت بالتوراة. وصف شمشون بأنه قوي ولكن لم يصب بأنه عملاق، والتوراة لم تذكر الشعر إلا شعر رأسه فقط، لكن لم تذكر شعر جسمه. وكان شمشون قوي مثل لخامه، الإله لخامه، الإله لخامه كان يرفع الأسد، وشمشون أيضا رفع شبل الأسد. أيضا شمشون يعني جمع 300 ثعلب وربطهم بذيولهم وقادهم كجيش.
فبالنسبة لشمشون كان يسكن الكهوف لا يسكن المدن، يأكل العسل لا يأكل أي مادة طبيخ أو مطبوخة يعني، وإنه لديه عائلة بعكس اللخامة كان إله وبعكس أنكيدو خلقته الآلة، لكن هذا كان عنده عائلة. وأيضا حالة ضعفه هي المرأة أرسلت له دليلة التي عرف سر قوته في شعره فأصبح رجل من الناس. طبعا الباحثين يقولون أن التوراة أخذت أفكار كثيرة من بلاد الرافدين، مثلا قصة آدم بالدرجة الأولى هي نفس قصة أنكيدو وشبخة، كما يقول جاسترو وتيجي أنه هذه القصة منقولة إلى التوراة. أيضا بالنسبة إلى شمشون قصته تشبه قصة لخامه وقصة أنكيدو بحذافيرها، لأنه كتبة التوراة كانوا في بابل فأخذوا من الحضارة البابلية أشياء كثيرة. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله ما أطلت عليكم. شكرا لك. تفضل الأستاذ في البحث الرابع قيس حازم الجنابي المقاومة البابلية للغزو الأخير، وهو اقتصاد تاريخ قديم جامعة بابل في التنمية الأساس. أهلا وسهلا. شكرا لك. قيس حازم كان يقول كمان إسلام ما بين التراث والتاريخ والحضارة وخاصة أسعد الله صباحكم بكل خير، وسعداء جدا أن نكون اليوم في هذا المكان المقدس في البطريركية الكلدانية. والحقيقة يعني أنا بحثي عن بابل وأنا عند الكلدان، والبابليون في سلالتهم أو أسرتهم سلالتهم الحادية عشر، الدولة البابلية الحديثة التي يدور بحثي عنها هم كانوا من الكلدان. فإذا نحن في حضرة البابليين نتحدث عن مقاومتهم للاحتلال الأجنبي. حضراتكم تعرفون نحن في العراق إلى يومنا هذا مظلومين أو حضاراتنا مظلومة إعلاميا، وهذا مما يؤسف له. يعني لما نستمع أو ربما جميعنا عندنا المعلومات عن حضارات عن حضارة مصر القديمة، يمكن بعضنا أكثر من معلوماته عن حضارة بلاد نفسها بلاد الرافدين، والسبب هو الظلم الإعلامي اللي مورس بحق بلاد النهرين. بلاد عظيمة مثل بلاد النهرين أنتجت حضارات عظيمة على مدى عصور امتدت لآلاف السنين، نجدها الآن مظلومة ليس الآن فقط وإنما حتى في تاريخ الماضي. وأنا هذا أتخذ مدخل للظلم الذي وقع على البابليين في مقاومتهم للاحتلال الأخميني. حاول اليهود طبعا تعرفون الدولة الأخمينية هي واحدة من الدول الفارسية الناشئة اللي نشأت في القرن السادس قبل الميلاد، وبدأت تتوسع في الشرق الأدنى القديم وتمكنت من دخول الكثير من الدول أو أسقطت الكثير قضت على الكثير من الحضارات في الشرق الأدنى القديم، وواحدة من أهم هذه الحضارات هي الحضارة البابلية. في ثلاث معارك تمكنوا الأخمينيين من التقدم نحو بابل ودخول بابل. للأسف اليهود حاولوا في كتاباتهم أن يعطون فكرة عن أن البابليين استسلموا للأخمينيين وأنهم رحبوا بالأخمينيين وكانوا مهللين ومصفقين ومرحبين بدخول الأخمينيين، وهذا فيه ظلم كبير. إذ أن البابليين ابتدأت مقاومتهم قبل أن يصل الجيش الأخميني إلى مدينتهم إلى دولتهم، لكن كانت هنالك أخطاء يعني خطأت بها القيادة البابلية الملك البابلي.
الله يرحمه دكتور سامي سعيد الأحمد أستاذنا الفاضل يقول إن حتى تفهم الماضي افهم الحاضر، لأن صانع التاريخ هو الإنسان، وبالتالي الإرهاصات والمحركات التي تحرك الإنسان قديماً وإلى يومنا هذا هي نفس المحركات، سواء كانت اقتصادية، دينية، غرائزية، اجتماعية، نفسية، غيرها من المحركات اللي ممكن أن تأثر على الإنسان. آخر ملوك البابليين كان نابو نائد، ونابو نائد هذا لم يكن من الأسرة أو من السلالة نبو خضنصر الثاني أو نبو بلاصر، لم يكن من نفس الأسرة، مع أن هنالك من المؤرخين من يقول له من نفس الأسرة، لكن كان ملك ضعيف. بكل الأحوال كان سواء كان ملك ضعيف أو مختصب للحكم، هو كان ملك ضعيف أخطأ استراتيجيا بأن تحالف في البداية مع الأخمينيين ضد الميديين حلفاء الدولة البابلية، وعلى موضوع على مدينة بسيطة اللي هي مدينة حران، لأن أمه كانت هي كانت معبد الإله سن إله القمر في حران، فحاول أنه يستحوذ هو على حران من خلال إسقاط الدولة الميدية اللي كانت قوية في وقتها. وإسقاط الدولة الميدية لا يمكن أن يتم، أو استغناء الميديين عن حران لا يمكن أن يتم إلا بالتحالف مع الأخمينيين دولة المنافسة في بلاد فارس، وحصل بالفعل هذا الأمر، لكنه مقابل يعني ما استوعب أو ما كان يفكر جيداً أن وراء هذا التوسع الأخميني في ميديا سيلحقه توسع آخر، سيكون هذه المرة على حسابه، وهذا ما حصل بالفعل. صحيح هو حاول أن يجهز جيش حتى يقاوم بالاحتلال الميدي، لكن هو مسبقاً خسر تأييد شعبه، ولو تربطونا بالأحداث اللي مر بها العراق المعاصر ستجدون الكثير من التشابه ما بين سقوط ما بين بابل وما بين وقوع العراق تحت الاحتلال الأمريكي، تقريبا نفس الطريقة ونفس الآلية، في أن الملك أو الرئيس الزعيم يخسر تأييد شعبه بسبب استبداده أولا، أو بسبب طبعا هو خسر شعبه لأنه فضل عبادة الإله سين على أو فرض عبادة الإله سين على حساب الإله مردوخ كبير آلهة بابل، وكان جل وقته واهتمامه هو في مدينة حران وفي تيماء اللي أسسها بديلة لبابل، بالإضافة للضعف الاقتصادي وكثير من العوامل اللي خلت المجتمع البابلي ناقم أو غير راضي عن الملك. المهم أن الأخمينيين لما وصلوا إلى بابل صاروا أنتم من صبار لقريب اليوسفية إلى جنوب اليوسفية إلى بابل بحدود المسافة تقريبا أكثر من 40 إلى 50 كيلومتر. فبعض المؤرخين يقولون كيف تمكن الأخمينيون خلال يومين من الانتقال من صبار وهم خارجين من معركة كبيرة، وكانت المعركة الحاسمة تقريبا، أن يصلوا إلى بابل ويدخلوا بابل بهذه السهولة. اليهود يحاولون أنه يأشرون نقطة في أن البابليين استسلموا للأخمينيين ولم تكن هنالك مقاومة تذكر للاحتلال البابلي، وهذا خطأ تاريخي كبير. الحقيقة هي مو هكذا، وإنما الجيش البابلي خرج بكل قوته لمحاربة الأخمينيين وخسروا المعركة. اللي عاد من صبار هو فقط الملك كان منهزم نابو نائد مع قوة عسكرية قليلة دخلت إلى بابل. وبعض المؤرخين أيضا يقول أن دخول بابل كان بمؤامرة يهودية، يعني واحدة من عدها من أسباب الدخول أو تسهيل للدخول، لأن اليهود فتحوا أو دلوا الأخمينيين على المنافذ المياه أو المنافذ اللي من خلالها ممكن أن يدخلون إلى بابل، وهذا أيضا حقيقة يعني لم تثبت، لأن بابل فيها ثلاث خطوط دفاعية. الخط الأول هو الخندق المائي الذي يحيط ببابل، بالإضافة إلى سورين كان يحيطان ببابل، سورين مزدوجين. الحقيقة وين؟ الحقيقة هي أن الجيش البابلي كان جيش منكسر، الملك عاد بقوته وقوة يعني حامية صغيرة جدا لم تكن قادرة على الدفاع عن مدينة بابل. المدينة هذه العظيمة كان يسكنها، وهذه واحدة من الأخطاء أيضا اللي وقعوا فيها الملوك البابليين، كان يسكنها جاليات غير بابلية، لا سيما اليهود، والكثير من المستوطنات اللي أسقطوها أو قضت عليها الدولة البابلية وكان يأتون بهم أسرى إلى بابل أو مرحلين إلى بابل، وكان هؤلاء ناقمين أساساً على الدولة البابلية ويستحينون الفرص أو ينتظرون الفرصة المناسبة حتى تسقط بابل ويعودوا إلى بلدانهم. وبالفعل هذا ما حصل، إذ أن بعض المستوطنين وخاصة اليهود ومن معهم من الناقمين على الدولة البابلية فتحوا بعض البوابات، تعرفون أنتم بابل بها أكثر من بوابة،
فتحوا بعض البوابات للجيش الأخميني ودخل بسهولة، لكن لم يكن مرحب به مثل ما تصفون اليهود يصفون بأنه البابليين رحبوا وخرجوا يصفقون ويهللون لدخول الجيش الأخميني، وإنما كان من يصفق ويرحب ويهلل هم كانوا هذه الجاليات الأقليات اللي موجودة في بابل. المهم أن الأخمينيين احتلوا بابل، هل وقف البابليون عند هذا الحد واستسلموا للاحتلال البابلي الاحتلال الأخميني؟ كلا، لم يقفوا عند هذا الحد وإنما قاموا بثلاث ثورات كبرى. الثورة الأولى كانت في 522 واستمرت إلى 521، تقريبا 3 أشهر و10 أيام أو أكثر استمرت هذه الثورة، وطردوا الحامية الأخمينية اللي كانت موجودة في بابل، وأعلن القائد الثورة نفسه ملكا على بابل باسم نبوخذنصر الثالث. ثم جاء الجيش الأخميني بقيادة ملكهم لإسقاط لإعادة احتلال مدينة بابل مرة أخرى. وثورة أخرى في 521 أيضا كانت ثورة كبرى للتخلص من الاحتلال الأخميني، وأيضا أطلق على نفسه قائد الثورة أطلق على نفسه اسم نبوخذنصر الرابع. وأيضا جاء الجيش الأخميني مرة أخرى لإسقاط هذه الثورة أو القضاء على هذه الثورة وإعادة بابل إلى نعم. والثورة الثالثة والأخيرة كانت في 482 قبل الميلاد، كل هذه السنوات اللي ذكرتها هي كانت قبل الميلاد. شكرا لإصغائكم وشكرا للسيدة رئيسة ومقرة الجلسة، وأتمنى أن لا أكون قد أثقلت عليكم. شكرا جزيلا. العفو، هسه ممكن بس 10 دقائق للأسئلة ستكون شكرا للسيدة رئيسة الجلسة وأفضل الجلسة، شكرا للمحاضرة زميلي سأسأل بخصوص محاضرة السادة الدكتورة محمد فهد زميلي، أفضل كثير من المقالات الواردة في عربية القرآن وما يقابلها اللغة الأكاديمية التي وردت في الشيخ إسماعيل الحوش، أنا شاركت في المؤتمر الخامس في المؤسسة الإيرانية في أطوش قبل سنوات، وكنت شاهد أو مردت مع القارئ أيضا الأكاديمية والسريانية ضمن المشترك السامي والسامية، وكذلك هناك طالب لدينا في جامعة مصر السامي كان رئيس أيضا مع أشهر السنة من 4 شهور المشترك بين السامي السرياني والأكاديمية، رحب أفضل يعني أول المفردات المشتركة الدكتور محمد أحمد الخليفة أيضا أتشي مثلا في الأكاديمية أتشي تقابل أزلنا طبعا الشيء الثالث ماذا في السرياني والأكاديمية قابل بحثة حثة السرياني وحثة المدى الحديثة والمدينة الحديثة ممكن استاذ دكتور عامر تعطي هاي الملاحظات يعني السلام عليكم. بالنسبة لي تصدي البابلي رجل أمين، بس أشير إلى نقطة مهمة اللي تأيد أو ربما تساند الرأي القائل بأنهم اليهود الذين كانوا في بابل هم من ساند الفرس وساعدتهم في إبناء بابل، هو أن نقرأ التوراة اليهودية المقدسة في سفر نحمية وسفر أستير وسفر عزر، فسنجد من التكريم الكبير لليهود من قبل الفرس وتعينهم بها في أعلى المراتب السياسية والإدارية والاعتماد على اليهود في كل صغيرة وكبيرة، حتى الجيوش التي تؤمن الولايات الفارسية في الدولة الفارسية بعد احتلال بابل هم وأسير دولة الملك، ونجد ما يثبت أو يؤيد شكرا ممكن اعطاء هاي الملاحظات للبحث ايضا. شكرا.
ثاني؟ نعم. يقولون موضوع الفندق وحول تحرير الفندق من المال وهذا كله يحتاج الى وقت، والحقيقه الدكتور كان دور كبير بدليل انه الفرص التقنيه تفهم اليوم، اولا يقطعوا مناصب ومعامل معامل احسن عندهم كمان معامل فارس الكبار، وبعد سنتين صار مرسوم باعادتهم الى اورشليم على فقط الدوله الفارسيه وبناء اعاده بناء هل فهم اللغات القديمة سوف يؤثر على تفسير القرآن؟ ولا تحتاج إلى بقية اللغات لتفسير القرآن؟ وأشكر جزيلا. تفسير القرآن الكريم أنه استخدموا القرآن اللغة كانت مندثرة في وقتها، وبعد مدة مدينة من الزمن تقريبا 2000 سنة تم اكتشاف رموزها، كيف تبعد بلاغة؟ شكرا جزيلا. ذكرت عن مكتبات السومرية وهاي، بس أكو مكتبات يعني في أصول أخرى، يعني مكتبات مثلا اللي كانت في الأديرة والكنائس أهم ذكرتها، يعني كان لازم ممكن تتطرق لها إذا يعني أكد ملاحظة لها، إنه مثلا مكتبات الأديرة والكنائس اللي كانت تتم بها ترجمت الكثير من المخطوطات يعني من الكتب القديمة واللغات اليونانية والسريانية العربية، فهذا دور كبير كان أيضا في المكتبات المهمة في الأديرة. كان عندنا دير العادي في أقرأ كان في أكثر أضخم مكتبة، يعني يجيبون بها كتب في البلدان الأخرى ويترجموها ويطلعوا نسخ واستنساخ يعني، وهذا دور أيضا في دور المكتبات في بلاد المهينة يعني في فترة التاريخ المسيحي أيضا مهمة كان لازم تذكرها. شكرا. شكرا لك. اكتشف لنا المزق الإيطالي ما في تزيد أيضا جزء من المكتبة الصينية وفي تل قوانين شرطتين، وكذلك اكتشف الشيخ آخر في أوروبا دانيال مورانتي الإيطالي. نعم. الشيء أكبر شيء في الشرق الأوسط. إيه نعم، ما عند الرقم السومرية والقديمة يعني كان. أكبر من الشيء ماري وكان داشو معيار في قرية باسوس. نعم، تكمل التاريخ القديم إنه كان أكو مكتبات أيضا في. المعلومات في التاريخ المسيحي. هذا طويل. جواب على سؤال الدكتور سامي الزرو. نعم. إنه هل تنصيب بعض المكتبات القرآنية من أدبية أسرع تفسير القرآن؟ قلت له لا، لأنه كل المكتبات السامية درس كل المقارنات. شكرا لك. أسألكم سؤال بس ممكن تروح لا تؤثروا على تفسير القرآن، لأن المعنى لكل المفردات السامية المعنى هذا أما لا تظل ذلك أيضا أو لفظ تركيب كلمة يختلف، مشابه مختلف لكن المعنى ثابت كل اللغات الثانية. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دكتور سعد السلمان. معنا زميل. Thanks.